للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل أهلا بك يا فندم. نعم، مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها مصر على مدار السنوات الماضية، ربما نستطيع القول عنها أنها مشروع قومي الحقيقة متكامل لتوفير للمصريين حياة كريمة. كيف ترى ما يجرى على قدم وساق في هذه المبادرة يا فندم؟ هو في البداية طبعا لازم نبقى عارفين أن دي أهم مبادرة مش في السنوات الأخيرة، لا ده على في تاريخ مصر كله المعاصر، بدليل ان احنا في الفترة اللي فاتت او السنوات الطويلة اللي فاتت جدا كان في اهمال كبير للريف المصري والقرى المصرية والنجوع ايضا والمراكز، كل ده كان فيها اهمال كبير، اهمال على مستوى الصحة، على مستوى السكن، على مستوى الطرق، على مستوى الخدمات اللي موجودة داخل المدن دي. طبعا ده من اهم المشروعات اللي بيعيد حق المواطن المصري في انه يكون يعيش عيشه كريمه لائقه تليق بمواطن مصري في الجمهوريه الحديثه كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ما يحدث الان على ارض الواقع هو انجاز طبعا، يعني في العديد من القرى تم الانتهاء من المساكن فيها، اعاده ترميم المساكن، رصف للطرق، انشاء المستشفيات والمراكز الطبيه واعاده تاهيلها مره ثانيه، وايضا مراكز الشباب والانديه الرياضيه. ده اهتمام متكامل، تكامل كامل بالنسبه للمواطن المصري اللي موجود في تلك القرى او في الريف المصري. 58 مليون مواطن مصري او 58% من عدد سكان مصر يستفيد من هذه المبادره، بيستفيد من توفير خدمات صحيه، بيستفيد من طرق جديده، بيستفيد من مياه شرب نقيه، من صرف صحي موجود، من مدارس صحيح. كان قبل كده عشان الاطفال يروحوا المدارس كانوا بيمشوا بالاكثر من 5 كيلو و10 كيلو عشان يوصلوا للمدارس بتاعتهم، دلوقتي المدارس موجوده في كل قريه، المراكز ايضا الصحيه ما كانتش موجوده دلوقتي بقت موجوده في كل مكان. نعم، العمل مستمر على قدم وساق للانتهاء من هذه المبادرة اللي أنا شايفها دي من أعظم المبادرات اللي تمت في تاريخ مصر المعاصر. صحيح. طيب أستاذ جميل، يعني بالحديث عن مبادرة حياة كريمة الحقيقة نحن هنا بنتكلم أيضا عن ولاد مصر أو المبادرة اللي أطلقتها إكسترا نيوز في إطار ما يسمى بولاد مصر. إحنا هنا بنشوف مهندسين مصريين، عمال مصريين الحقيقة سهرانين 24 ساعة، بيوصلوا الليل بالنهار عشان يقدروا أن هم يخلصوا هذه المبادرة بهذا الكم من القرى. عايز أتكلم مع حضرتك عن حالة التكاتف والتكامل بين العمال المصريين والمواطنين المصريين في هذه المبادرة. هو العمال المصريين هم أصلا أبناء الشعب المصري وهم أولاد المناطق دي أصلا، يعني احنا شفنا في المشروعات القومية الكبرى اللي بتتم في كل محافظة بتبقى الأولوية للعمل في من أبناء تلك المحافظة ولتوفير فرص العمل وتوفير حياة ودخل ثابت ليهم. هو في الوقت الحالي طبعا هو في تكاتف وتكامل بين المواطنين وبين العمالة اللي موجودة اللي هي أصلا من المدن أو هم أصلا من أبناء الريف المصري أو القرى المصرية، كله بيسعى في الوقت الحالي إلى أنه يعيد بناء الدولة المصرية، يعيد بناء المنظومة بالكامل، يسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين طبعا من خلال المبادرة دي ومن خلال الإنشاءات اللي بتتم ومن خلال اللي بيحدث. طبعا بيوصلوا الليل بالنهار، احنا شايفين العمال فعلا بيوصلوا الليل بالنهار والمهندسين بيوصلوا الليل بالنهار من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم، لأن كل ده هيتنسب للمصريين إن هو تمت هذه كل هذه الإنجازات اللي بتتم على أرض مصر بأيدي مصرية وبخبرة المهندسين المصريين اللي موجودين دلوقتي. صحيح. طيب خليني أتكلم مع حضرتك في بعد آخر إذا سمحت أستاذ جميل، يعني يمكن كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أكثر من مرة إلى التكدس السكاني أو عملية النزوح من القرى إلى القاهرة على سبيل المثال أو الأسكندرية بسبب توفر يمكن فرص عمل أكثر للمواطنين المصريين. هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة مع إعادة تطوير القرى الريفية، كيف ستعمل على وقف عملية النزوح يا فندم؟
هو طبعا النزوح والهجره الداخليه دي كانت من اكثر الازمات اللي بتواجهها الدوله المصريه، لان بيحصل تكدس كبير ونزوح كبير في المحافظات الكبرى زي القاهره وزي اسكندريه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي دلوقتي. انما في كل المحافظات وفي كل القرى من مبادره حياه كريمه بتنمي ايضا الصناعات اللي موجوده في كل قريه، بتنمي ايضا المواهب اللي موجوده في كل قريه. احنا عارفين ان في مصر في كل قريه او كل محافظه بتتميز بصناعه معينه، زي مثلا بتتميز بصناعه النسيج المحله، بتتميز بصناعه مثلا دمياط الفرش وخلافه والاساس. كل محافظه بتتميز بطبيعه خاصه وبصناعه خاصه فيها. صحيح. طبعا مبادره حياه كريمه هي بتنمي هذه الصناعات وبتنمي هذه الاماكن وبتعيد طبعا بيتم بناء مناطق صناعيه في كل محافظه زي ما احنا شفنا لتنميه هذه الصناعات. كل ما هنوفر فرص للعمل، كل ما هنوفر اماكن لإظهار تلك المواهب اللي موجودة عند المواطنين، أعتقد أن مش هيحصل فيه نزوح، مش هيحصل فيه تكدس داخل المحافظات زي العاصمة. صحيح. وزي الأسكندرية. كل ده بالطبع من خلال حياة كريمة. أيضا فرص العمل اللي بتوفرها الدولة في عمليات إعادة بناء المناطق والمشروعات القومية كل في المحافظات المختلفة، كل ده برضو بيقلل من نسبة الهجرة الداخلية. نعم. طيب أخيرا أستاذ جميل، يعني بعد آخر، بعد خارجي لصورة مصر بالنسبة للعالم العربي والدولي. يمكن في فترة بعيدة كنا بنتكلم على يعني فكرة تطوير جمهورية مصر العربية، ولكن كانت مجرد أقوال ما كانش فيها فعل على الأرض، وبالتالي كان في صورة مأخوذة على مصر إن مصر مليئة بالعشوائيات. الآن الأقوال الحقيقة تحولت إلى أفعال، زي ما احنا شايفين مصر بتتغير من الداخل تغيير كامل في القرى المصرية. قد إيه ده بيغير صورة مصر في الخارج يا فندم؟ هو من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح عام 2014 وضع أولوية أمامه، وهي الاهتمام بالمواطن المصري والارتقاء بالمواطن المصري. شفنا في البدايه خالص تم القضاء على العشوائيات، قال انا مش عايز يبقى في عشوائيات في الدوله المصريه، لا يستحق المواطن المصري ان يعيش في هذه العشوائيات. طبعا تم القضاء على نسبه كبيره من العشوائيات وبناء مساكن ادميه ونقل المواطنين من العشوائيات الى تلك المدن الجديده. وخلي بال حضرتك احنا لما بننقل المواطنين من مناطق سكن عشوائيه الى مناطق ادميه، مناطق صحيه، مناطق متطوره، احنا بنغير كمان سلوك المواطن. طبعا. هو خارج من سلوك عشوائي الى سلوك حضاري، فهو هيحافظ على هذا المكان، هيغير من سلوكه العشوائي. الاطفال كمان هتنشا في بيئه سليمه، وهو ده الكيل الجديد المهم اللي احنا نحافظ عليه في الوقت الحالي. فطبعا ده كان اهتمام كبير من السيد الرئيس بالقضاء على العشوائيات، اللي كان الناس يعني بعض اعداء الوطن كانوا بيعملوا عليها افلام وبيصوروا ان الدوله المصريه كلها مناطق عشوائيه وسلوكيات غير منضبطه، لكن في الوقت الحالي طبعا تم القضاء على هذه العشوائيات، تم بناء العديد من المدن الجديده. احنا انا في نموذج بس عايز اقوله لحضرتك، منطقه بركه غليون اللي هي معمول فيها اكبر مزارع سمكيه موجوده. نعم. في الوقت الحالي هذه المنطقه كانت اكبر منطقه للهجره الغير شرعيه، هي افقر منطقه في مصر وكانت اكبر منطقه للهجره الغير شرعيه، كانوا بيستغلوها اللي هم الناس السماسره لتهجير الهجره الغير شرعيه خارج مصر الى دول شمال المتوسط. في الوقت الحالي تم القضاء على الهجره الغير شرعيه من ابناء المحافظه. ليه؟ لان تم تنفيذ مشروع الثروه السمكيه اللي موجود هناك في الوقت الحالي، اللي هي المزارع السمكية، وتم تشغيل كل المواطنين من بركة غليون في هذه المزارع السمكية. نعم. فوفرنا فرص عمل، بقى ليهم دخل، ما بقتش أفقر منطقة زي ما كان في البداية بيقال عليها، ما فيش هجرة غير شرعية بتتم من هذا المكان. انت
فهو ده المهم، ان احنا نغير من المكان للاحسن ونغير صحيح. من سلوك المواطن للاحسن، وهو بنفسه هيحافظ على ما تم بناؤه وما تم. الحقيقه ان ده دور المواطن الاهم في هذا الوقت استاذ جميل، فكره المحافظه على ما قدمت له الدولة من مشاريع توفير حياة كريمة. الحقيقة فكرة السلوك أو المحافظة على ما قامت به الدولة ده واجب المواطن في هذه الأثناء. هو ده واجب المواطن، المواطن شايف إن هو الدولة بتنفذ مشروعات إزاي وبتنفذ كل حاجة من أجل الارتقاء بالمستوى صحيح. المواطن المصري عن طريق الصحة. تم القضاء على فيروس سي، دي حاجة كانت مصر كانت من الدول التي تعد في مقدمة الدول اللي فيها إصابات بفيروس سي. تم الكشف عن مبادرة السيد الرئيس بالكشف على 100 مليون صحة للأمراض المزمنة وعلاجها مبكرا. تم هناك العديد من المبادرات الصحية. كل اللي شايفه المواطن ده هو لازم يحافظ على هذه المنشآت ويحافظ على هذه الأماكن، لأن هي دلوقتي في الوقت الحالي الدولة قدمت الكثير للمواطن، المواطن لازم يحافظ صحيح. وأعتقد أن المواطنين في الوقت الحالي السلوك تغير والأسلوب الفكر تغير لما شاف عمليات التطوير والتحديث الكبيرة اللي بتتم داخل الدولة المصرية. نعم صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.